حرصت مؤسسة حياة كريمة على تكريم الطفل حمزة وليد أحد أبطال ذوي الهمم من أبناء محافظة المنيا نظرا لموهبته في إلقاء الشعر. وكرمت مؤسسة حياة كريمة البطل حمزة بمكافأة مالية وتوفير جهاز لابتوب وشقيقه بالإضافة إلى توفير بعض الأجهزة الكهربائية لأسرة الطفل. ما يبقى في حد من أول ميلاده يسألوه نفسك في إيه؟ يقول لهم نفسه بقى ظابط. ايوه كان باين عليه نفسه يخدم مصر يبديها بروحه. كان يلم على صحابه او ميروثه بعد ما ياخدوا العيديه يشتري له بندقيه يسحفوا على الارض قال يعني يحارب يكبروا الاولاد وتكبر في القضيه. بطريقه ادائه والقائه استطاع ان يجذب الانظار اليه. حمزة وليد ابن محافظة المنيا الذي لم تمنعه الإعاقة من أن ينمي موهبته في إلقاء الشعر، ليأتي هنا دور مؤسسة حياة كريمة التي لم تدخر جهدا ووقتا حتى تواصلت مع أسرته لتكريمه وتشجيعه لتحقيق حلمه. تعلمت ألقي من وأنا صغير، من عندي 5 سنين عملنا مؤتمر العالمي في الجامعة في المنيا وبطلع مسابقات كتيرة وحفلات. مؤسسة حياة كريمة رنت علينا اتصلت علينا وكنا جايين في تكريم خدنا شهادة تقدير من حياة كريمة. انبسطت جدا، حسيت ان انا متحمس وكنت عاوز اجي هنا في المؤسسة. مشوار اتخذه حمزة منذ نعومة أظافره في إلقاء الشعر من خلال مشاركته في العديد من الفعاليات والحفلات حتى حصل على العديد من الجوائز، كان آخرها تكريم حياة كريمة ليصبح مثالاً إيجابياً وقدوة حسنة لأخيه وأسرته. نميت فيه من الصغر حفظ القرآن، وبعد كده لما لقيته الحمد لله بفضل من الله يعني هو الحاجة اللي بتتجلى مرة مع التانية يكون حافظها، حبيت إن هو شعر إن شاء الله كده زي إن شاء الله يعني مثلنا يعني مثل المقروفين كلهم طه حسين. أنا كنت بقعد بتابع حمزة وهو بيلقي الشعر، كنت حاسس من زمان ان هو عندي موهبه. انا حسيت ان انا فخور بيه اللي هو الكرم من مؤسسه حياه كريمه. وجد حمزه اهتماما كبيرا من الدوله والقياده السياسيه بذوي الهمم، وهو ما جعله حريصا على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما ينجز لهم في هذا الملف. انا بشكر سياده الرئيس وبقول له بحبك جدا. أهداف تسعى إليها مؤسسة حياة كريمة خاصة في بناء الإنسان، وذلك من خلال الأنشطة الخدمية والتنموية لضمان حياة كريمة لهم.